أنا شفت الحلاوة قدامي أكلتها حسبتها علشاني. لا لا ما يصير إنه أحد ياخد حاجة ما هي حقته، وكمان ما يصير إنه يفرط في حاجة هي حقته. الشري لازم له نهاية والخير علي دايما يسود، وادفعنا عنه أغلى غاية، حب الوطن ماله حدود. بابا فرحان، بابا فرحان جانا تاني، بابا فرحان جايب لكاية علشاني، بابا فرحان، بابا فرحان جانا تاني، بابا فرحان جايب لكاية علشاني. هاي مظلم، وبعدين ايش صار؟ قل لي ايش صار مع رهيب وجماعته. بعد كده عرض علي رهيب انه يهربني من المغارة في مقابل اننا ما نأذي لهيب زميله. انا موافق، بس بشرط انكم بعد كده توقفوا مع الجزيرة ضد رهيب. واحنا ايش ممكن نسوي للجزيرة يا منظم؟ حاليا ماني عارف، لكن وجود واحد منكم مع رهيب اكيد اكيد راح يكون له فايدة لينا. انا موافق، بس لهيب متى راح يرجع؟ لهيب ما راح يرجع. ايش؟ لهيب لو رجع بعد ما انا امشي اكيد وقتها راح يثير هذا الشكوك رهيب. وثانيا انا بصراحه ابغى اضمن انك انت راح تنفذ اتفاقك هذا.
صحيح معاك حق. وصدقني اللهيب راح يبقى معانا ضيف وما راح نأذيه ولا نسوي له أي شيء. المهم أنتوا بس أنتوا توقفوا معانا وتساعدونا ضد رهيب. اتفقنا يا منظم. طبعا انا راح انسى كل شيء سويتوه ضد الجزيره، لكن في مقابل انك تعاهدني انكم توقفوا معانا ضد رهيب. انا عهدك منظم. طيب انا همشي. لحظه يا منظم، معقول راح تمشي كده يعني من غير ما تقاومني؟ يعني ايش؟ يعني انا لازم اقنع رهيب انت كيف هربت، يعني اقول له ان انا حاولت امنعك من الهرب لكن انت ضربتني وهربت. ايش؟ ايوه لكن انا ما اقدر اضربك. يا منظم انت لو ما ضربتني كل شيء راح ينكشف، ساعتها انا ما اقدر اخدمكم باي شيء في الجزيره لانه رهيب راح يقتلني لو عرف اني انا اللي هربتك. يا منظم بسرعة اضرب يا منظم اضرب. انا اسف يا نهيب. وفضلت اجري لغاية ما وصلت اول بيت في الجزيرة اللي هو بيتك المرتب. الحمد لله على سلامتك يا منظم. انت لازم تقوم ترتاح دحين. من فين راح تيجي الراحة بس يا بابا فرحان؟ والمصيبة هذه اللي مستنية الجزيرة بعد ثلاثة أيام من دحين، ما احنا عارفين ايش راح نسوي فيها. أنا قلت لكم قبل كده، وأنتم راضين تسمعوا كلام. قانون الجزيرة ما في ولا فقرة بتسمع بدخول الغرباء. لازم نطردهم يا منظم. أنا عارف يا حكيم إن احنا لازم نطردهم، لكن ما راح نقدر نطردهم بالقوة. أنت تقصد شيء معين يا منظم؟ لا يا بابا فرحان. ما أقصد أي شيء معين، لكن إحنا لازم نلاقي طريقة ننتصر بها على الناس هذه. لازم نلاقي طريقة هذه كمان قبل ما حرس كوكب الشر يوصلوا الجزيرة. جهز الأماكن هذه رهيب. وانتوا نايمين يا شاطر. طبعا أنا ما كنت أقدر أجلس في المكان القديم بعد ما انكشف المنظم. طبعا غريبة حكاية المنظم دي يا رهيب. فعلا. إيش هو اللي فعلا؟ قصدي إيش اللي غريب فيها؟ أنت بتقول إنه طلب يروح الحمام ولما فكيتوه وأنت بتحط الحبل ضربك. ايوه صح هو ده اللي حصل. طيب ما دام يقدر يعمل كده من اول ليه ما سواه؟ يمكن لما حس انه في خطر على الجزيره وخصوصا بعد وصول الحراس. ولا يمكن يكون مبسوط من الجلسه معانا. لا 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 الموضوع غير كده يا رهيب. غير كده؟ ايش قصدك يا رهيب؟ ماني عارف بس اكيد راح اعرف يا نهيب. كلها يومين ولا اثنين حراس كوكب الشر راح ينزلوا الجزيره، ساعتها راح اعرف كل شيء. سيد المنظم، ما لقينا احد في الاماكن اللي قلت عليها. طيب ليه زعلانين يا جماعه؟ هذا شيء كنا متوقعينه.
مو معقول رهيب رايح يجلس في نفس المكان اللي عرفه المنظم. ايوه يا بابا فرحان، بس كان عندنا امل. احسن نفكر في مواجهه المشكله. روح انت يا حارس. امرك. انا برضو يا جماعه بقول لازم نواجههم بالقوه، هذول ما ينفع معاهم غير كده، اي اسلوب تاني ما راح ينفع. خليك واقعي يا محبوب، الاسلوب هذا خسران وما ينفع. احنا لازم نفكر في طريقه تانية، ولا تقول لي انه ما في طريقه. يا منظم يا منظم، ناس زي هدول اشرار ما ينفع معاهم غير القوه. الحيله مهما كانت الحيله هذه يا بابا فرحان برضه ما حتخلينا ننتصر عليهم. انت غلطان يا محبوب، الحيله هي اللي خلتنا ننتصر عليهم قبل 100 سنه. ايوه يا حكيم، الكلام هذا من 100 سنه لما كان الموضوع شويه حراميه دخلوا الجزيره، لكن دحين في حرس وفي كوكب شرق وفي رهيب يبغى يخلي الجزيره جزيرته. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كل الناس اللي انت بتقول عليهم دول وتبغانا نواجههم كيف بس؟ لحظه لحظه يا جماعه، انا جاتني فكره. قول يا ابو فرحان. اسمعوا، لما يكون في حيوان ضعيف وهجم عليه حيوان قوي يبغى ياكله، الضعيف يسوي ايش؟ بيهرب. طيب وإذا ما لقي مكان يهرب فيه وحاصروا القوي؟ يعني في بعض الحيوانات بتتظاهر بالموت. بالضبط يا منظم، وهذا الشيء اللي نحن رايحين نسويه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بابا فرحان، يعني تبغانا نعمل نفسنا ميتين قدام رهيب؟ لا يا مرتب، أنا أقصد نتظاهر بالاستسلام قدامه ونخليه يدخل الجزيرة فعلا، هو والحرس والعمال اللي جايبهم علشان المنجم. والشطارة، الشطارة كيف نخليهم يدخلوا للجزيرة وكأنهم داخلين للمصيبة. ايوه بابا فرحان، بس كيف راح نحول الجزيرة لمصيدة للرهيب واللي معاه؟ هذه مهمتنا كلنا، ومعانا كمان نهيب ولهيب. أرجوك يا بابا فرحان أرجوك، أديني التفاصيل يا بابا فرحان على طول، وش تبغانا نسوي بالضبط؟ أنا أقول لكم. يا سلام، كلها يومين، يومين اثنين بس، ونخرج من هنا ونتمتع بالألماس. ومين قال لك يا مسكين إنك أنت راح تخرج من هنا أصلاً؟ ليه؟ مو أنت قلت إن الحراس حيجوا مع رهيب بعد يومين ويدخلوا الجزيرة؟ أيوه، ورايحين كمان يرجعوا رئيس الجزيرة. طيب أنا ساعدتكم كثير، ساعدت رهيب كثير، ولما يجي رهيب وياخذ الجزيرة أكيد حياخذنا معاه. وأنا معك يا ودود. إيش بتضحك أنت؟ لأنك مسكين. رهيب يا أستاذ ودود أرسل رسالة للمنظم وقال فيها إنك أنت خاين، خصوصا لما كتبت في آخرها المخلص ودود. إيش؟ مستحيل. لو الرسالة هذه وصلت كان أنا عرفت. لأنك مسكين، أنا قلت لك إنك مسكين. أنا ونهيب ما أرسلنا الرسالة عشان كنا خايفين إنه تعرفوا مكان الوكر وتقبضوا علينا، وبعدين رهيب لو عرف كده سبب لي مشكلة ويعرف إنه أنا اللي قلت لك على المكان. أنت كذاب. رهيب لا يمكن يسوي كده، رهيب لا يمكن يسوي كده. كيف لا يمكن يسوي كده؟ رهيب لو شافك راح يتخلص منك. طيب لو نفرض إن الكلام هذا صحيح، رهيب حيصير رئيس الجزيرة. لما يصير رئيس الجزيرة إيش السبب إنه يتخلص مني؟ يا مسكين ما في سبب، لأنه رهيب أصلاً قال إنه مو محتاجك، مو محتاجك يعني لازم يتخلص منك. على الأقل يوفر شوية الألماس إلا كان حيدي لك هما. يعني إيه يا ودود؟ رهيب حيموتنا؟ إيش خصك أنت الثاني؟ أسمع. رهيب لا يمكن يسوي كده. وبعدين أنا ما ضريته بشيء، وإن كان على الماس أنا ما أبغى حاجة، ما أبغى حاجة منكم. قال إيه؟ قال ما أبغى ولا حاجة منكم. أسمع إيش يقول. مسكين يا أستاذ ودود، خنت أهلك وأهل جزيرتك والثمن ولا شيء. وبالطريقة هذه رايحين نقدر نقضي على رهيب بسهولة. لا إله إلا الله، يا سلام على أفكارك الجهنمية يا بابا فرحان. هي طبعا فكرة ممتازة، بس محتاجة دقة في التنفيذ. وليه يا محبوب؟ بصراحة خطة ممتازة. والله ما حد عارف لك أنت يا محبوب، كل شوية تقول كلام تشيكن، مرة تقول خطة ممتازة، والمرة اللي قبل كده بتقول الحيلة ما تنفع. يا محبوب يكون في علمك الحرب ما يضربه بس، الحرب خدعة.
وي خدعة يا حكيم. يا سلام يا سلام على أفكارك يا بابا فرحان. دحين لازم نبدأ بالتنفيذ لو أنتوا كنتوا مقتنعين بالخطة. تقصد يا بابا فرحان إن أنا أعلن في الجزيرة إن إحنا استسلمنا؟ بالظبط بالظبط يا مناصر. ما في أحد رايح يكون عارف الخطة إلا نحنا، ومعانا أنيس ومسعود علشان رايحين يساعدونا في باقي الخطة، بالإضافة طبعا للحرس لأن دورهم أساسي. يا رب يا رب توفقنا يا رب. يا أهل الجزيرة، ما كنت أتصور في يوم من الأيام أني راح أوقف الموقف هذا، وما كنت أتمنى أنه يحصل للجزيرة هذا الشيء وأنا مسؤول عنه، لكن هذا القدر، وأتمنى أنكم تصدقوني وتصدقوا أن أنا عمري ما راح أسوي شيء إلا لما يكون في الأول والأخير لمصلحة الجزيرة. علشان كده قررت أني أتنازل عن جزيرة لا مشكلة لكوكب الشر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجوكم اسمعوني. هو ده رد فعلكم يا أهل جزيرة لا مشكلة؟ أرجوكم اهدوا واسمعوني. أنتوا عارفين أنه الفترة اللي فاتت المشاكل في الجزيرة زادت جدا، خصوصا في الفترة الأخيرة هذه، والمشاكل هذه أصبحت بتهدد حياتنا كلنا. طبعا كلكم فاكرين الطبيب الله يرحمه، وكان السبب في المشاكل هذه كلها كوكب الشر، لأنه للأسف كان طمعان في جزيرتنا وفعلا هددنا بأننا يا إما نستسلم ونسيب له الجزيرة أو المشاكل هذه تستمر. وبصراحة أنا خفت على الجزيرة وعلى أهلها، خفت من المشاكل، علشان كذا قررت أن أسيب لهم الجزيرة. يا سلام يا سلام يا منظم على المبررات القوية. أنا بتنازل عن الجزيرة وأنا كل حزن وألم. لا تفكر أن الأمر هذا بسيط وسهل عليها، بالعكس، لكن إحنا لسه قدامنا يومين، ممكن نلاقي حل تاني. اللي فيكم يلاقي حل مناسب وينقذ الجزيرة من أنها تصير لكوكب الشر يجي ويقول عليه، يمكن يكون الحل هذا في صالح الجزيرة وأهلها. أنا عارف إنه ما في أي حل مناسب، علشان كده أنا قررت إني أتنازل عن الجزيرة لكوكب الشر. أتمنى إنكم تتعاملوا مع أهل كوكب الشر على إنهم أصحاب الجزيرة، وأتمنى كمان في نفس الوقت إن الخير يعم جزيرتنا مع قدوم أهل كوكب الشر، وتكون هذه نهاية مشاكلنا. يعني إيه الكلام ده؟ ها؟ ما هم رايحين يقدروا يواجهوا حرس كوكب الشر، ففضلوا الاستسلام. يا سلام، وبالسهولة هذه؟ طيب ليه ما قلت لهم إنهم لازم يدافعوا عن جزيرتهم ألين آخر واحد فيهم؟ قلت لهم يا ابوي، لكن ما في فايدة، هم رافضين إنهم يضحوا بأحد من أهل الجزيرة. وهم بيضحوا بيه علشان إيه؟ ها؟ ما هو علشان بلدهم؟ إيش الناس هدول يا هو؟ هدول هم اللي قلت لي لازم نجلس علشان نساعدهم على مواجهة الأشرار؟ لكن للأسف أهو طلعوا ما يستاهلوا أي مساعدة. أقول لك لا، إحنا لازم نمشي من هنا. يعني لازم نمشي من هنا؟ طبعا يا بويا طبعا، إحنا أكيد لازم نمشي، سواء كده ولا كده. لا كده ولا كده، لازم نمشي اليوم، مفهوم؟ والخريطة هي معاك والملاكم قدامك قد إيش في الجزيرة، خليهم يجهزوا لنا أي مركب ونمشي فيه. طيب حاضر حاضر يا بويا حاضر، إن شاء الله إن شاء الله. إيش هو اللي طيب وحاضر؟ إيش بك يا ولدي، في شيء؟ لا لا أبداً يا أبويا ما في شيء. أقول لك لا 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 لا،
لازم في شيء ولازم اقول لك اننا نمشي اليوم ولا بكره بالكثير، ولا يعني تبغانا نجلس هنا علينا يجينا هذاك اللي اسمه رهيب وجماعته، وانت عارف اللي بينك وبينهم، ويا عالم ايش ممكن يسووا فينا بعد كده. لا يا ابويا، رهيب ما يهمه الا انه ياخذ الجزيره وبس، ما يهمه اي شيء ثاني. الله، لا 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 يا ولدي، شكلك كده باين انك تبغانا نجلس هنا مو كده؟ لا يا ابويا، نجلس نسوي ايش هنا؟ اكيد رايحين نمشي. فرحان فرحان، ايش الحكايه بالضبط؟ قول لي بس، في شيء ثاني يا ولدي؟ في حاجه انا ماني فاهمها وانت مخبي علي شيء يا ولدي؟ لا يا ابويا ابدا، يعني ايش رايح اخبي عليك؟ ما هو عيب يا ولدي برضو انه في السن ده وما تقول لي الحقيقة. يا ابويا انا حالف اننا ما نقول لأحد. ها؟ ايش؟ حالف انك ما تقول لأحد؟ معنى كلامك ده انكم متفقين على شيء. ها؟ ايوه متفقين على شيء اكيد، والاتفاق ده في سر، وما دام اتفاق ومعاه سر معناته انكم خايفين عليه، وبعدين خايفين انه ما ينجح. خلاص خلاص يا ولدي، لما تشوفوا اننا ممكن نسافر وربنا معاكم ان شاء الله، بس لازم تعرفوا انه صعب انكم تخبوا شيء على جد سرحان. أخيرا وصلت يا حارس. تحت أمرك يا سيد رهيب، في خدمتك. لا، إحنا كلنا في خدمة كوكب الشرق. ها، رجالك جاهزين؟ جاهزين وعلى أتم استعداد لتدمير الجزيرة في دقائق. لا 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 لا، الجزيرة دي ما حتلاقوا فيها أي مشاكل، أنا متأكد. المنظم ده رجال عاقل ولا يمكن يضحي بالجزيرة وأهلها. أنتوا اعتبروا نفسكم جايين رحلة. ايوه صدقني يا حارس، حيكون امتع واجمل مكان تقضوا فيه وقتكم، وحيكون اغلى مكان يملكه كوكب الشر. هيا هيا يا حارس عشان ندخل جزيرة رهيب. هيا. أنا خايف من الضم. أرجوك امسك أعصابك شوية. رهيب وجماعته جايين لهنا، وكمان الحرس. ما احنا عارفين انهم جايين لهنا، واحنا عارفين من زمان انهم جايين. ايش الجديد اللي في الموضوع؟ الجديد انه بيحصل فعلا يا منظم، ما هو كلامه بس. أخيرا انتصرت عليك يا منظم، وعلى جزيرك لها مشكلة. مبروك. الله يبارك فيك. كويس انك طلعت رجال عاقل وما واجهتنا واحنا داخلين الجزيرة. يعني الواحد بعض الاحيان لابد ان يكون يتمتع بالحكمة شوية. واهل الجزيرة قرروا انهم يبقوا فيها ولا يتركوها؟ اهل جزيرة لا مشكلة ما بيسيبوا ارضهم. ممتاز ممتاز يا منظم، أنا أحب الناس اللي عندها ولاء لأرضها، وعلى فكرة أهل الجزيرة راح يشتغلوا نفس الشغلة اللي كانوا شغالين فيها قبل كده. على فكرة يا منظم، حارس الجزيرة فين؟ ليه؟ أنت تبغى تشغلهم شغلة ثانية؟ لا، أنا ما أبغاهم يا منظم، السجن هو اللي يبغاهم. يعني راح تخليهم يشتغلوا بالسجن؟ لا،
راح اخليهم داخل السجن. لا اله الا الله يا حارس. والمنظم ايش سوى؟ ماني عارف يا ابو فرحان، ماني عارف. من ساعه ما خرج مع الحارس انا خرجت بسرعه بعده وجيت على هنا. الحرس ترى لهم دور كبير في خطتنا هذه. يا بابا فرحان، يا بابا فرحان، ترى الرهيب هذا ما هو سهل. لو دخلوا السجن راح يكون صعب علينا جدا نخلي اي احد من الجزيره يقوم بدورهم. يعني يا بابا فرحان الخطه فشلت؟ هدي نفسك، هدي نفسك يا مرتب، كل شيء وله حل. حارس قول لي رهيب ودودي بيقابلك. اسمع قالك. اسمع يا نهيب، انا ابغاك تكون مسؤول عن العمال اللي حيشتغلوا في منجم الماس. بس يا رهيب، انا ما احب الشغله هذه. يا نهيب، الشغله اللي انت تحبها ما هي موجوده عندي دحين. خلاص انا مستعد اروح المنجم، بس انا لي طلب عندك يا رهيب. اؤمر يا نهيب، اصل انا اليوم مبسوط سعيد. اؤمر، طلباتك كلها مجابه. لهيب لا لا، انت دوبك بتقول انك مستعد تنفذ لي كل طلباتي. الا الطلب ده يا نهيب. اسمع يا نهيب، لهيب لو خرج من السجن حيكون هدفه الاول والاخير انه ينتقم مني، وكويس مني ان انا مخليه في السجن الان. يعني يا رهيب راح يفضل كذا على طول في السجن؟ لسه للان ما فكرت ايش اسوي فيه. كله تمام يا سيد رهيب، الحرس كلهم في السجن. اسمع يا حارس، أنا أبغاك تراقب الجزيرة كويس، وأبغاك تراقب أهلها كويس. أمرك يا سيد رهيب. إيش في يا حارس؟ ودود عامل له إزعاج يقول يبغى يقابله. يوه، وبعدين معاه؟ هادو، خلينا نشوف إيش يبغى. هادو. أسمع يا حارس، أنا أبغاك تبلغ أهل الجزيرة إنه أي شيء يحتاجه حرس كوكب الشر في جزيرتي ياخذوه بالمجان، سواء كان ملابس، أكل، شرب، أي شيء ياخذوه بدون مقابل. أمرك يا سيد رهيب. ودود يا سيد رهيب. سيد رهيب، ليه المعاملة هذه؟ ليه المعاملة هذه حرام عليك؟ مو أنا كنت متعاون معك؟ حتى لما أهل الجزيرة قبضوا علي أنا جيت ونبهتك عشان تهرب. ودود، إيش تبغى اختصر؟ أنا ماني فاضي لك، قول إيش تبغى؟ أنا أبغى حقي، أبغى حقي اللي وعدتني به. قصدك منجم الماس؟ أيوه يا رهيب. مالك حق عندي يا ودود، وأحسن لك ترجع سجنك مرة ثانية عشان لا أطلعك برا وأخلي أهل جزيرتك يقتلوك. صدقني يا رهيب إنك ما تقدر تستغنى عني، عشان أنا الوحيد اللي في الجزيرة اللي يقدر يفيدك. أنت أصبحت كرت محروب بالنسبة لي. بالعكس، المعلومات اللي عندي ما حد يقدر يعطيك هي غيري. معلومات؟ إيش هي المعلومات دي يا ودود؟ أوعدني في البداية إنك تعطيني حقي، وأنا أقول لك إيش المعلومات هذه. أوعدك يا ودود، بس إذا كانت المعلومات دي تستاهل. شوف، المرة هذه أنا راح أثق فيك علشان تعرف قد إيه أنا حريص على مصلحتك. إيش هي المعلومات دي يا ودود؟ طيب، الحراس اللي أنت قبضت عليهم وحطيتهم في السجن ما هم من حراس الجزيرة. إيش؟ بكرة يا أولاد نتلاقى في نفس الميعاد، بكرة يا أولاد نتلاقى في نفس الميعاد.